بنت اليوم دي شيبس في الفول أسماك الجرميش. عملت معاهم مايونيز ديري مفوح يحضر تيك تاك في كلكو سكوند. باش نبداو نحضروا، ناخذوا البطاطا نتاعنا نقشروها ونقصوا دي كوب كيما هكا، وبعديك باش نحطوهم في شويه ماء وباش نطيبوهم فوق الغاز. قول علينا باش نطيبوا بوري نتاع بطاطا عاديه، نحطوهم يطيبوا ابوبري هكاك 10 مينوت. البطاطا نتاعنا طابت، باش نحضروا البوري نتاعنا نعملوا لها كيما هكا بالفرشيطه، وبعديك نصفيوها في وسط صفاي بالطريقه هذه، نحركوها شويه تولي عنا اون بات. اني حطيت شويه معدنوس بور دوني لا كولور، وانتم تنجموا تفوحوا وتزينوا باللي تحبوا. نحط البات نتاعنا في بوشادوي ونبوشيوهم بالطريقه هذه، وننزلوا عليهم برامكان والا كيس ونطيبوهم في فور بريشوفي ا 160 دغري. فوالا الريزولتا. تو باش نتعدي نحضروا المايونيز نتاعنا. خبيت 150 غرام زيت نباتي، حطيت عظمه لازم تكون 50 غرام، ونعملوا ديما في مواعين كيما هكا بالبغا. المايونيز نتاعنا يتكون في كلكو سكوند، باش نفوحوا بملح ديزيرب دو بروفونس اللي تحبوا عليهم، حطيت زوج طويبع فرماج. فوالا ان شاء الله تكون الريسيت عجبتكم، ما تنسيوش باش تسجلوها باش نجمو ترجعوا لها.